الكابتن راضي شنيشل يكشف سبب إبعاد لاعبي منتخب الشباب عن الأولمبي في بطولة غرب آسيا. دخول أي بطولة هو الهدف، أي مباراة الهدف من عندها الفوز، حتى لو تكون هي تحضيرية أو إعداد. إحنا عندنا هدف مستقبلي أولمبياد باريس، لكنه بصورة أو بأخرى ثقافة الفوز مطلوبة حقيقة. إعدادنا للبطولة أو وصولنا لهذه البطولة أنا مو ذاك الإعداد، يعني إعداد غير جيد. هو فقط كان 10 وحدات تدريبية اعتبراني في الدوحة، وبعدها انقطعنا. أي يعني أسلوب أو أي فكر للمدرب أو كادر تدريبي يحتاج لزمن، ويحتاج لعدد من الوحدات التدريبية حتى اللاعبين يطبعون عليه. أسان بالمحاضرة قاعد أقول لهم حتى نسابق الوقت، دانتي أغلب يعني خلينا نسميها مواقف لعب. فلهذا السبب أنا أعتقد أن إعدادنا أو تحضيرنا فقير، بس هذا مو عذر وما يمنع أنه إحنا عندنا مجموعة جيدة من اللاعبين. أعتقد قدموا شيء طيب وانطوا ثقة للجمهور أنه إحنا نقدر نحقق نتائج طيبة في كل المناسبات إن شاء الله. بس إحنا بعثنا الأسماء، كانت بطولة منتخب الشباب موجودة، ويجب أنا أعتقد لأن أنا مدرب سابق اللاعب أفهم العملية النفسية، أنه أنت الآن متستدعي لاعبين من الفريق وفي داخل المعترك، أنا أعتقد حالة سلبية. فإحنا بعثنا 50 اسم عندنا ثقة بهم، والمنافسة موجودة لحد الآن. هذه ليست آخر تسمية للمنتخب الأولمبي، الباب مفتوح، أي لاعب يكون أفضل من الموجودين أهلا وسهلا به، مو بس أوراها، هواي لاعبين كثيرين موجودين.